للحديث أكثر تفصيلا عن هذه الزاوية من الأزمة في أوكرانيا، يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من روما العاصمة الإيطالية دكتور فاضل الزعبي، وهو خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات، وأيضا هو كان رئيسا لبعثة الأمم المتحدة في العراق. تحياتي لك دكتور فاضل، وشكرا لانضمامك معنا في هذه الحلقة من القاهرة. رفض روسيا لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب، أي تأثير مباشر على أزمة الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم؟ راح يكون له تأثير، والتأثير راح يكون على الأسعار، مش راح يكون على وفرة الحبوب بقدر ما راح يكون على المضاربة في بورصة الأندية. يعني احنا خلينا نرجع لحقائق بسيطة، العالم ينتج 800 مليون طن من القمح، يستهلك 756 مليون، وهنالك هذا الفرق الذي يقوم العالم بتخزينه وزيادة مخزونه الاستراتيجي. سوق الغذاء العالمي هو ما يقارب 200 مليون طن. الآن إذا نظرنا إلى ما صدرته أوكرانيا في خلال هذا العام ضمن هذه الاتفاقية بلغ 8 مليون طن، يعني لا يشكل 4% من سوق الغذاء العالمي ال 200 مليون طن اللي بيتم المتاجرة بها. لكن هذا للأسف الشديد يخلق حالة من عدم اليقين في بورصة الغذاء، وتبدأ الأسعار بالارتفاع. لكن هنالك على سبيل المثال، يعني خليني أعطي مثل تأثير المناخ بسيط جدا، يعني الفيضانات اللي كانت الأسبوع الماضي في الصين أدت إلى انخفاض إنتاجه هذا العام ب1%. الصين تنتج 135 مليون، لذلك هنالك تأثيرات أخرى. لا تنسي أيضا التأثير ما راح يكون على الوفرة بقدر ما راح يكون على الشراء والقدرة على الشراء، الأسعار. ومعظم دول العالم وبالتحديد دول ذات الدخل المتدني وحتى أدنى المتوسط في آسيا وأفريقيا تقع تحت طائلة أو الديون الهائلة، وهذه الديون تسبب نوعا من العجز في ميزان مدفوعاتها. لذلك هذا من ناحية. أنا بدي أذكر ناحية أخرى، دائما نحن ما ننتقد دولنا العربية بأنها لا تقوم بإجراءات استباقية ولا تقوم باتخاذ إجراءات استجابة سريعة للأزمات والصدمات، لكن دعيني هنا أحول البوصلة إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعلم بهذا منذ بداية الحرب، ولم يقم بأي إجراء على سبيل المثال إجراء بديل للبحر، خطوط السكة الحديد اللي كانت فيها بعض المعوقات واللي بإمكانهم يسهلوها، وبالتالي يتم نقل هذه الحبوب عبر بولندا والدول المجاورة لها. بل على العكس، كانت هنالك نوعا من الإشكالات والمعوقات، الدول المجاورة هنغاريا بولندا ليتوانيا منعت دخول القمح الأوكراني، بالرغم من أن أوروبا هي المستفيدة. أوروبا تحصل من 8 مليون طن على 40% فقط، بينما دول إفريقيا تحصل 12%، وتركيا راعية الاتفاق تحصل على 13%، وإحنا منطقتنا الشرق الأوسط 5%. ليش؟ لأن دولنا بدأت بتنويع مصادرها وبدأت بزيادة مخزوناتها. العديد من الدول العربية كانت تخزن 3 أشهر صارت 6، اللي 6 صارت 8 و14، والعديد منها صار يعتمد على القمح الروماني والقمح من مصادر أخرى. طيب ما هو يعني ربما تكون هذه هي النقطة التي اعترضت عليها روسيا، لأن ضمن المسببات التي ذكرتها روسيا في أسباب رفضها لتمديد هذه الاتفاقية أنه كان المستفيد الأول منها هو الدول الأوروبية الغنية وليست الدول الفقيرة التي كانت تحتاج لدعم والتي تأثرت بشكل كبير جراء هذه الحرب. فإذا كانت المستفيدة هي أوروبا، الآن ما هي البدائل المعروضة دوليا بعد القرار الروسي؟ يعني هو أنا لا أتفق مع روسيا بهذه النقطة، سواء صدرت إلى الاتحاد الأوروبي أو صدرت إلى الصين، هي كميات تدخل في سوق الغذاء وتساهم في استقرار سوق الغذاء، فبغض النظر عن المشتري. وأوكرانيا لا توزع قمحها
كواجهة خيرية هي واجهة تجارية، اللي موجود عندها بدها تبيعه للمشتري الحاضر والموجود. لكن زي ما تفضلتي أنت، هنالك لابد من بدائل. حاليا أنا بتصوري راح نشهد عدم استقرار في سوق الغذاء، وتحديدا القمح اللي نزل إلى نسبة 24% من بداية الحرب، وطبعا نزوله لم يكن بسبب 8 مليون طن قمح أوكراني. الكثير يعزو انخفاض أسعار القمح الشهر الماضي إلى 24% عما كانت عليه قبل الحرب إلى أوكرانيا، لا، يعني في هنالك أسباب كثيرة. التوقعات المناخية كانت أفضل مما توقعت، فبالتالي الإنتاج كان أعلى. في استقرار أيضا في بعض ميزانيات وأسعار وعملات بعض الدول، لذلك هذا بعيدا عن فقط أوكرانيا، أوكرانيا أحد الأسباب. وهنا يأتينا السؤال المهم لنا جميعا، هل نبقى نحن يعني مرهونين للصدمات والارتداد إليها وفقط بداية الاستجابة عندما تحصل الصدمة؟ أنا أتوقع أنه العديد من دول العالم لابد أن تقوم باتخاذ إجراءات استباقية، منها زيادة الإنتاج الزراعي، الاستثمار في الزراعة والقمح أكثر، منها زيادة المخزونات الاستراتيجية، والتوجه إلى إنعاش النمو وتسريع النمو الاقتصادي الزراعي ومساهمته في الدخل القومي لكل دولة. طيب على جانب آخر، بما أنك تقول أنه طبعا التغيرات المناخية لها تأثير كبير أيضا على ندرة الغذاء والتأثير المباشر السلبي على الزراعات الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، هل تبعث هذه الأمور بأي إشارة أو تدق أي ناقوس للخطر حول مدى جدية الدول الكبرى الصناعية إلى الأخذ بموضوع المناخ والتغيرات المناخية بشكل أكثر جدية ربما؟ يعني حتما هذا سؤال مهم جدا، وخليني بس أذكر مدى خطورة الموضوع. احنا ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة واحدة في حرارة الجو، طبعا انا بقصد الاحتباس الحراري في حرارة الكون عن ما كان معدله قبل الثورة الصناعية، درجة واحدة يقلل من انتاج على سبيل المثال القمح 10% والرز تقريبا 3/4 طن في كل هكتار. والان نحن وصلنا اذا الى هذا واكثر من درجة، وفي 2050 إذا ما استمر العالم والدول الصناعية تحديدا بنفس النهج راح نصل للدرجتين، وفي عام 2100 راح نصل لدرجتين وسبعة بالعشرة. فلك أن تتخيلي مقدار ما سوف يخسره العالم. لكن بالمقابل، هل قام من يسبب الاحتباس الحراري، من يساهم في إطلاق الغازات الدفيئة في هذا الكوكب، هل قام بإجراءات التخفيف من ذلك؟ وهل قام أيضا بإجراءات التعويض للدول التي لا حول لها ولا قوة، الدول ذات الدخل المتدني في آسيا وأفريقيا والتي لا تساهم بتلك النسبة من الانبعاثات؟ هل قام بتعويضها عما يلحق بها من أضرار في زراعتها؟ طبعا لا. وأنا بذكر تماما في آخر مؤتمر الكوب اللي كان في شرم الشيخ العام الماضي، كانت هنالك مقترح ودعوة جادة، وكانت محاولة ممتازة بأن يكون هنالك صندوق ما يسمى تقريبا الغرامات البيئية على هذه الدول، ووقفت ضد هذا المشروع الدول الصناعية، لأنه هذا راح يحطها أمام فعل واحد بأنها هي المسبب وبالتالي تتحمل كل المسؤوليات. ونأمل بأن ينتبه المجتمع الدولي شوية، يأخذوها أكثر جدية بعيدا عن البروباغندا واستخدامها كترث كتراث وترف تراثي أكثر منها موضوع يمس حياة الإنسان. طيب يعني بعض الدول أو دعوتك لبعض الدول أنها تتخذ إجراءات مختلفة في الاستثمار في الزراعة لمجابهة الأزمات بأشكالها المختلفة، سواء الحروب والسيطرة على الموانئ البحرية أو استمرار التغيرات المناخية،
لكن يعني ليس بالإمكان أكثر ما هو متاح. يعني ليست كل الدول لديها القدرة أنها تقوم بهكذا استثمارات طبعا، لأنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة في هذه المرحلة اللي بتستمر فيها حرب لا يعلم أحد متى ستنتهي أو كيف كمان ستنتهي. ما هو الدور المنوط به للمجتمع الدولي للمساهمة في موضوع أزمة الغذاء؟ يعني شكرا لك على إثارة نقطة التمويل، بس خليني أذكر نقطة واحدة. إحنا الآن صدمة أوكرانيا، لكن الصدمات مستمرة. صدمة أوكرانيا ليست آخر صدمة، صدمات المناخية راح تزيد حدتها في التأثير على الغذاء. لذلك هذه الدول تتخيل نفسها أنها فعلت الكثير، بالرغم زي ما تفضلتي أنها تعاني من قلة الموارد، تعاني من الكثير من الأمور، وتحاول أن تفعل ما تستطيع. ولكن أنا أقول لك الآن يجب أن نذهب إلى تحويل نظم الأغذية، وهذا كان في مؤتمر قمة الغذاء في 2021، ورح يكون هذا الموضوع في قمة الغذاء في روما في نوفمبر من هذا العام، بمعنى أن يتم إدخال التكنولوجيات التي تساهم في استخدام أمثل للموارد الطبيعية من ناحية التربة والمياه، بحيث تتناسب هذه الموارد مع إمكانيات البلد وتستطيع أن تعطي إنتاج أعلى، وأيضا الحفاظ على الموارد الوراثية للبذور اللي بتكون مقاومة للجفاف، مقاومة للملوحة، واللي بتستطيع تعطي مردود أعلى. هنا تأتي مشكلة التمويل مثل ما ذكرتي. إحنا لو بدنا ننتظر الدول الغربية أنها تدفع غراماتها البيئية رح ننتظر طويلا، ولكن لدينا بدائل. نحن في منطقة عربية فيها كل شيء، فيها الأموال، فيها النفط، فبالتالي أي استثمار شبه إقليمي، أنا لا أدعو أن كل الدول العربية تشتغل في مشروع واحد، لا، لو افترضنا دولة نفطية مع الأردن، مع مصر على سبيل المثال، أو مع السودان، عملوا وحدة لإنتاج محدد، وتم وضع التمويل من اللي عنده التمويل، وتم استخدام التكنولوجيا من اللي يستطيع يجيبها، واللي عنده موارد بشرية، واللي عنده أرض، أنا متأكد أنه راح نصبح نحن مركز إنتاج غذائي في العالم لبعض المنتجات الغذائية، وراح نكون تأثيرنا في العالم مثل اللي بتسمعه الآن عن تأثير أوكرانيا في أزمة الغذاء عالميا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات، وهو أيضا كان يعمل رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للعراق. شكرا جزيلا لك، وأعود